سؤال اتكرر ياما جدا جدا، الأغلب من 3 شهور و9 شهور، وأي واحدة فيهم أحسن بالنسبة لسوق العمل؟ أنا عمر خالد ودي قناة شوية. انزل بالإنترو. السلام عليكم، عاملين إيه؟ يا رب بجميع تكونوا بخير. مبدئيا كده، منحة ال3 شهور بتفتح 4 مرات في السنة، وبتكون منتشرة في معظم المحافظات، مش زي ال9 شهور اللي بتكون مقتصرة بس على 6 فروع بتوع المعهد. بمعنى بيكون في مراكز في معظم المحافظات بتكون تابعة لمعهد ITI، فبيتعامل فيها المنحة بتاعت ال3 شهور، ومدة التقديم بتكون مفتوحة تقريبا من 10 أيام لحد 2 أسبوع. طب ايه هي بقى التركات اللي بتلاقيها جوه المنحة، وايه هي المواعيد بتاعتها؟ في الحقيقة انت متقدرش تعرف امتى المنحة بتفتح وايه هي التركات بتاعتها. بينزل اختار على الصفحة بتاعتهم على الفيسبوك، اللي هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو، وبينزل اختار على الصفحة دي، وبيقول لك ان المنحة هتفتح في محافظات كذا وكذا، والتركات اللي هتفتح فيها هتبقى كذا وكذا وكذا. وفي نقطة مهمة، مش شرط انك تلاقي نفس التراك بيفتح في نفس المحافظة كل مرة. يعني مثلا ممكن تلاقي تراك الجي اي اس فاتح في 3 شهور في محافظة اسكندرية، ممكن تلاقي منحة ال3 شهور اللي هتفتح بعد كده في اسكندرية ممكن ما يكونش فيها الجي اي اس، فهي العملية مش ثابتة. طب ايه الشروط بتاعت 3 شهور و9 شهور؟ نفس الشروط اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، لو انت ما شفتش الفيديو هسيبهولك فوق هنا في الاي، ممكن ترجع له بعد ما تخلص الفيديو ده. بس بيكون في ميزة صغيرة جدا في منحة ال3 شهور، وهي حتة التقدير، مش مطلوب فيها تقدير معين، بعكس ال9 شهور لازم يكون تقديرك على الاقل جيد، ما عدا تراك الجيم ديفلوبمنت والجيم ارت ممكن تكون جايب مقبول ويتقدم فيهم. طيب بيكون في مكافأة مالية في آخر كل منحة. منحة ال3 شهور بتاخد بعد ما بتخلص منها مبلغ هو 500 جنيه، وبالنسبة ل9 شهور يا إما بتاخد 800 جنيه أو 1000 جنيه أو 1400 حسب تقديرك في الكلية، جيد أو جيد جدا أو امتياز. وبيكون في مشروع تخرج في المنحتين بتعملهم في الآخر خالص. مواعيد الدراسة بالنسبة لل9 شهور، فالتقديم بيفتح من آخر شهر 7 أو أول شهر 8، بيقعد فتح لمدة شهر، والدراسة بتبتدي يوم 16 وبتنتهي 30/6. من حيث سوق العمل، أنهي واحدة فيهم بتأهلك بصورة أفضل؟ بالنسبة لـ9 شهور، فهي المنحة بتبقى مضغوطة بشكل كبير جدا، وبتكون مليانة كورسات كتيرة جدا بمقارنة بالـ3 شهور. بمعنى على سبيل المثال تراك الإميديت سيستم، ممكن تلاقي التراك ده في منحة 9 شهور من ضمن كورساته الـIoT، في حين ان انت ممكن تلاقي كورس الـIoT ده تراك لوحده في منحة ال3 شهور. فهنا المقصود بنقطة ان 9 شهور بتبقى مضغوطة ومليانة كورسات ياما جدا عن ال3 شهور. ده غير كمان ان في منحة ال9 شهور بيكون في حاجة اسمها الجوب فير. ايه بقى حكاية الجوب فير ده؟ بيكون في بعد لما بتخلص المنحة بتاعة 9 شهور بتيجي شركات ياما جدا وبتشغل ناس من اللي هما لسه متخرجين من المنحة. طب هل بتشغل كل الناس ولا على اي اساس؟ ان الشركات دي بتعمل انترفيوهات للخريجين وانت وشطارتك بقى، والشركات اصلا بتبقى عددها كبير جدا. وكمان في ناس وهم لسه في المنحة، لسه مخلصوش المنحة، بيقدروا انهم يتعاقدوا مع شركات بحيث اول لما يخلصوا يشتغلوا معاهم، وده يدل على شيء، فان مستوى الطلبة بيبقى موثوق فيه جدا. في نقطة مهمة، وهي ان الجوب فير بيتعامل بس في الفرع بتاع القرية الذكية. اخر فرق بين المنحتين، وهي ميزة في منحة ال9 شهور، وهي ان ال9 شهور بتأهلك ان انت تعمل ماجستير، بحيث ان انت ممكن تعمل الماجستير ده في جامعة نوتنغهام في انجلترا وبادربون في المانيا. وبالنسبة لالمانيا فدي معمولة خصيصا لتراك الميكاترونيكس، لان الميكاترونيكس مطلوبة بشكل كبير جدا في المانيا. طب كده ايه لازمة منحة ال3 شهور؟ بما ان ال9 شهور بتأهلك وبتديك كورسات ياما جدا وبتخليك كمان تعمل ماجستير وبيكون فيها جوب فير، ال3 شهور تقدر كده اهو، وده من وجهة نظر الشخصية تقدر تعتبرها كأنها دبلومة صغيرة، حاجة كده بسيطة في مكان كويس جدا جدا بكورسات رائعة جدا، وبرضو بتأهلك لسوق العمل
بس مش بنفس الكفاءة بتاعت ال9 شهور. وخليك عارف، ال3 شهور ولا ال9 شهور هما اللي بيشغلوك. مش حاجة اسمها أنهي منحة هتشغلني. انت بتاخد المنحة وبيطلع عينك وبتذاكر وبتسعى، وفي الآخر انت اللي هتجيب الشغل. في ناس بقى اللي بتقعد تسأل وتقول أقدم في أنهي، 3 شهور ولا ال9 شهور؟ الموضوع ما هو السباق، الموضوع شوف انت حابب انهي، شوف انت انهي احسن لك. ال9 شهور انت هتقعد 9 شهور تدرس تاني بعد ما كنت قاعد 4 أو 5 سنين في الكلية. فهل انت عندك الصبر ان انت تقعد 9 شهور دراسة تاني؟ العمر مش بعزقة، حاولوا تحسبوها صح. انت ممكن تستغل الوقت ده كله في ان انت تقعد اونلاين تطور من نفسك في وقت اقل من ده. فشوف انهي اللي احسن لك وقدم فيه. بلاش تقدمه عشان المنحة كويسة وبتجيب فرص كويسة شغل. بلاقي ناس كتير جدا تيجي تقول لك انا خريج كلية كذا، ايه اقرب تراك ليا؟ لو انت مش مهتم بالحاجة، نصيحة، ما تروحش تقدم. مش عشان المعهد سمعته كويسة وفرصة الشغل بعدها بتبقى كويسة جدا فانت تروح داخل كده مع الهوج. قدم في ال3 شهور لو انت تقدر ان انت تكمل مع نفسك اونلاين، بمعنى بعد ما تاخد كم رائع من الكورسات في منحة ال3 شهور من مكان محترم جدا وشهادة عالية جدا، لو في حاجة ناقصاك فانت ممكن تكملها من خلال ال3 شهور وتبقى احسن باذن الله. اما ال9 شهور في ناس ياما جدا بيبقوا شغالين ولما تجيلهم الفرصة ان هم في منحة ال9 شهور بيسيبوا الشغل وبيروحوا يكملوا المنحة، وده لأنه مثلا بيكون شغال في مجال هو مش حابه أو عايز يعمل كارير شيفت، فشايف إن المنحة هي أقصر طريق ممكن توصله للي هو عايزه. اللي أنا عايز أقوله من الفيديو ده، شوف أنت عاوز إيه وشوف أنهي أحسن لك وقدم فيه. بلاش تقعد تسأل أنهي أحسن من الاتنين أو أنهي تراك بالنسبة لي أفضل. شوف أنت حابب إيه وقدم عليه، بلاش تكون ماشي مع الناس وخلاص. جينا لفقرة الاسبيشال اندنج. من ضمن الكوتس اللي بحبها جدا كوت بيقول لك If you failed in planning, you plan to fail. إذا فشلت في التخطيط فأنت تخطط للفشل. بجد من الكوتس الرائعة جدا اللي بتوضح قد إيه مهم جدا في حياتنا إن إحنا لازم نخطط كويس. حاولوا تخططوا لمستقبلكوا صح، بلاش تمشوا كده أهو أي حاجة في أي حاجة. في ناس كتير جدا بتلاقيها ماشية كده ومش عارفة هي بتعمل ايه وعمالة بتضيع وقتها. استثمر وقتك صح، خد كورسات، طور من نفسك اونلاين، حاول تستغل وقتك بأكبر شكل ممكن. وده ملخص للي احنا قلناه. لو شايف ان الفيديو ده افادك فأتمنى ان انت تشيره مع غيرك. انا خلصت.